السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يوسف دلال من خلال الشاشة المتميزة جو كومينيكتيفي. أحيي جميع التلاميذ المستوى السادس ابتدائي لمادة الرياضيات. سوف نقوم ببعض الأنشطة الخاصة بهذه المادة. معكم يوسف دلال من خلال الشاشة المتميزة جو كومينيكتيفي عبر اليوتيوب للفهم والاستيعاب. اليوم سوف نتطرق إلى درس جديد هو جمع الأعداد الكسرية ثم طرح الأعداد الكسرية، أي العمليات على الأعداد الكسرية خصوصا الجماع ثم الطرح. هيا بنا نقوم ببعض الأنشطة الخاصة بهذا الدرس. إذا كيف ما تشوفه عبر الشاشة، إذا أولا سوف نتطرق إلى جمع الأعداد الكسرية. جمع الأعداد الكسرية تنقسم إلى قسمين: ألف، مجموع عددين كسريين، ومجموع عددين لهما مقامان مختلفين. بالخصوص هذه النقطة هذه ب، يجب عليكم أن تركزوا فيها جيدا. مجموع عددين لهما مقامان مختلفين. إذا ثم ثانيا في الفترة الثانية من هذه الحصة سوف نقوم بشرح الجزء الثاني ديال الدرس، هو سينقسم إلى قسمين: طرح الأعداد الكسرية، الفرق بين عددين كسريين لهما نفس المقام، وكذلك فرق بين عددين كسريين لهما مقامان مختلفين، ويجب عليكم أن تركزوا في النقطة ب. إذن سوف نقوم أولا بتقديم الدرس عبارة عن نشاط جمع عددين كسريين، مجموع عددين كسريين ثم مجموع عددين كسريين ثم مجموع عددين لهما مقامان مختلفين. إذا شاهدوا يا تلاميذي الأعزاء، لدينا جمع الأعداد الكسرية. أولا مجموع عددين كسريين لهما نفس المقام. إذا أمثلة الاستيعاب لاحظوا جيدا، لدينا ثلاث أمثلة الاستيعاب. إذا نقوم بإجراء هذه العمليات: 3 على 8 زائد 1 على 8. لاحظوا جيدا المقام موحد. إذا نقوم بالحساب التالي: نحتفظ بنفس المقام أي العدد 8، ثم نحسب مجموع البسطين فقط: 3 زائد 8 يساوي 4. ثم نقوم بالاختزال، إذا 4 على 8 جواب صحيح، وكذلك الاختزال 4 على 8 هي بعد إجراء عملية الاختزال نحصل على الشكل التالي: إذن 1 على 2. لماذا؟ لأن قسمنا نفس العدد، العدد 4، 4 مقسوم على 4 هو 1، 8 مقسوم على 4 هو 2. إذن 1 على 2 هو العدد المختزل ديال 4 على 8. إذن 3 على 8 زائد 1 على 8 يساوي 4 على 8 يساوي 1 على 2. ثم نقوم بالعملية الثانية. إذا لدينا نفس المقام، لاحظوا جيدا 3 3، إذا نحتفظ بنفس المقام ثم نجمع البسطين، هو عدد كسري جمع عددين، جمع أعداد كسري أو جمع مجموع عددين كسريين لهما نفس المقام هو عدد كسري يحتفظ بنفس المقام، هو نفس المقام ما نغيروش نفس المقام، ولكن نجمع البسطين 7 زائد 8 يساوي 15. ثم نقوم بالاختزال. إذا هنا العدد 3 ثم العدد 3 نحصل على العدد 5. إذا العدد 5 هو العدد المختزل من 15 على 3. وأخيرا إذن لدينا نفس المقام 12، نحتفظ به ثم نجمع البسطين 5 زائد 1 يساوي 6. إذن 6 على 2 نقوم بالاختزال، إذن القاسم المشترك بينهم هو القاسم المشترك بين البسط والمقام هو العدد 6. إذن 1 على 2، إذن 1 على 2 هو مجموع العددين
كسرين 1 على 12 زائد 5 على 12 بعد الاختزال. هل استوعبتم جيدا؟ سوف نعيد. إذن 3 على 8 زائد 1 على 8 يساوي 4 على 8. نقوم بالاختزال. عملية الاختزال ضرورية لكي نحصل على العدد المختزل هو 1 على 2. كذلك 7 على 3 زائد 8 على 3 يساوي 15 على 3. من الأحسن الحصول على عدد مختزل. لدينا 15 على 3، إذن القاسم المشترك بينهما هو العدد 3، إذن المجموع هو 5. 1 على 2، 1 على 12 زائد 5 على 12 يساوي، لاحظوا جيدا، لدينا مقامين لدينا عددين كسرين لهما نفس المقام 12 12، نحتفظ به ثم نجمع البسطين 1 زائد 5 يساوي 6. ثم نقوم بالاختزال. العدد القاسم المشترك بين البسط والمقام هو 6، إذن 1 على 2. إذن أمثلة الاستيعاب. إذن قمنا بشرح أولا مجموع عددين كسرين لهما نفس المقام. ننتقل الآن إلى مجموع عددين كسرين لهما مقامان مختلفين. إذن الآن سوف نتطرق إلى الفقرة الثانية، مجموع عددين كسريين لهما مقامان مختلفين. للحصول على مجموع عددين كسريين لهما مقامان مختلفين يجب علينا أن نتبع الخطوات التالية. أولا نوحد مقاميهما. لدينا بعض أمثلة لكي نستوعب أكثر. أولا توحيد المقام شيء ضروري قبل إنجاز أي عملية. الجمع ولدينا مقامان مختلفين يجب علينا مقامين مختلفين يجب علينا أن نوحدهما. توحيد مقامين ثم نسلك الطريقة السابقة. لاحظوا جيدا، إذا أمثلة الاستيعاب لاحظوا جيدا. نلفت المثال الأول، لدينا 2 على 8 زائد 3 على 5. إذا كيف يمكن لي أن أقوم بجمع هذين العددين الكسريين وألاحظ أن هنا مقامان مختلفان؟ أولا سوف نوحد المقام شيء ضروري. 2 على 8 و 3 على 5. إذن أول شيء هما توحيد المقامات. 2 على 8 3 على 5 في 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 لاحظوا جيدا، 8 على 5 5 ليست من مضاعفات العدد 8، وكذلك 8 ليست من مضاعفات العدد 5. إذا نضرب بعضهما، 8 في 5 5 في 8 ثم 3 في 8 ثم 2 في 5 نحصل على العدد 10 على 40. لاحظوا جيدا، ثم ثلاثة في ثمانية 24. إذن 10 على 40 زائد 24 على 40. لاحظوا جيدا، إذن حصلنا على مقامين حصل على نفس المقام. ثم ننجز العملية، 40 34. إذن في هذه الحالة نقوم بالاختزال. العدد 2، إذن هنا تقريبا نحصل عدد 20. وفي البص نحصل العدد 17. إذن لكي أستوعب جيدا الخطوة خطوة بخطوة، هذا لاحظوا جيدا. إذن ننقل العدد 2 على 8 زائد 3 على 5 أو واحد المقامات، ضروري من توحيد المقامات لكي ننجز هذه العملية، ضروري من توحيد المقامات. 2 على 8
ثلاثة إلى خمسة في 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 إف. ثم نلاحظ أن ثمانية ليست لديها علاقة مع خمسة، إذن ليست من المضاعفات. إذن سوف نقوم بضرب أحدهما ببعضهما. ثمانية إلى خمسة، ثمانية في خمسة ثم خمسة في ثمانية، ثمانية في خمسة ثم خمسة في ثمانية، ثم نفس العدد نضعه هنا، ثم نفس العدد نضعه في البسط. في هذه الحالة هذه حصلنا على توحيد المقامات. في هذه الحالة حصلنا على توحيد المقامات. اثنان في خمسة تساوي عشرة، ثلاثة في ثمانية تساوي أربعة وعشرون، ثم ثمانية في خمسة تساوي أربعون، ثم خمسة في ثمانية تساوي أربعون. إذن في الطريقة الأولى وحدنا المقامات. ثم يسهل علينا أن نحسب الجمع. إذن عشرة على أربعون زائد أربعة وعشرون على أربعون يساوي أربعون. بيسهل نحسب نفس المقام. ثم نقوم بالعملية، عشرة زائد أربعة وعشرون هو العدد أربعة وثلاثون. ثم نقوم بالاختزال. مثلا نقسم نفس العدد على اثنان، أربعة وثلاثين مقسوم على اثنان نحصلوا على سبعة عشر، أربعين مقسوم على اثنان نحصلوا على عشرون. إذن في هذه الحالة قمنا بإنجاز العملية دي الجمع بكل سهولة. أولا قمنا بتوحيد المقامات، ثانيا قمنا بجمع البسطين فقط، لأن أصلا العددين لهما نفس المقام نحتفظ به، ثم نجمع البسطين، ثم نقوم بالاختزال لكي نحصل على عدد مختزل. إذا نفس الطريقة، سوف نقوم بنفس الطريقة بالنسبة للمثال الثاني. ثم لاحظوا جيدا، لدينا واحد على خمسة زائد اثنان على ثلاثة. إذن الخطأ هو أنني نحسب البسطين من المقامين، واحد زائد اثنان يساوي كذا، وخمسة زائد ثلاثة يساوي كذا. لا، أول شيء إذن عندي مقامين مختلفين، أول شيء خاصني ندير هو خاصني نوحد المقامات، ضروري نوحد المقامات. نوحد المقامات ثم نقوم بالجمع. إذن واحد على خمسة، اثنان على ثلاثة. تلاحظوا بأن خمسة على ثلاثة ليس من المضاعفات. إذن خمسة اثنان على ثلاثة. إذن أول حاجة نضربه ببعضياتهم، خمسة في ثلاثة، ثلاثة في خمسة، لأن عملية جمع عملية جداء عملية تبادلية، عملية ضرب عملية تبادلية. خمسة في ثلاثة تساوي خمسة عشر، أيه خمسة في ثلاثة خمسة عشر، ثلاثة في خمسة تساوي خمسة عشر. إذا نفس المقام حصلنا على نفس المقام، ثم واحد في ثلاثة تساوي ثلاثة، اثنان في خمسة تساوي عشر. إذا في هذه الحالة حصلنا على المقام واحد وخمسة عشر. إذا يسهل علينا إنجاز عملية الجمع ديال العددين الكسريين. إذن ثلاثة على خمسة عشر زائد عشرة على خمسة عشر يساوي، نحتفظ بنفس المقام، لاحظوا نحتفظ بنفس المقام، ثلاثة زائد عشرة يساوي ثلاثة عشر. إذن في هذه الحالة قمنا بإنجاز، إذن هذا العدد الكسري لا يحتاج الاختزال، لأن 13 عدد أولي يقسم على نفسه فقط. إذن 13 عدد مختزل أصلا، إذن 13 على 15 هو عدد كسري مختزل. إذن الطريقة هذه هي الطريقة خصكم تتبعوها في جمع عددين كسريين لهما مقامين مختلفين، مقامين مختلفين. إذا في هذه الحالة العمل عندي هو 13 على 15. مزيان، هناك أمثلة عدة. نشوف المثال الثالث، 5 على 4 زائد ثلاثة على ثمانية. لأن نفس الطريقة، أول شيء تلاحظوا أن لدينا مقامين مختلفين، إذن أوتوماتيكمون خاصنا نديرو توحيد المقامات. تلاحظوا بأن ثمانية من مضاعفات العدد أربعة، وأربعة قاسم العدد ثمانية، إذن ثمانية هو العدد، هو المقام الموحد. إذن نقوم بتوحيد المقامات كيف العادة.
اثنان خمسة على أربعة، إذن نضرب في اثنان لنحصل على ثمانية، كذلك البسط 10 على 8، إذن 10 على 8 زائد 3 على 8. لاحظوا لقد قمنا بتوحيد مقامات، إذن 8 10 زائد 3 وهي 13، إذن 13 على 8 هو عدد مختزل. 13 على 8 ما تقبلش الاختزال، لأن 13 عدد أولي قبل القسمة على نفسه وعلى واحد فقط. إذن أول شيء قمنا بتوحيد المقامات كيف ما تلاحظوا، مقام واحد هو 8، ثم قمنا بإنجاز عملية الجمع. المثال الأخير لكي أستوعب جيدا هذا، ندير هنا الخارج 13 على 8. لدينا 5 على 14، لاحظوا جيدا، 5 على 14 زائد 4 على 7، إذن 15 على 14 زائد 4 على 7، سنفضل 5 على 14 زائد 4 على 7. إذن أول شيء نلاحظ أن لدينا مقامين مختلفين، 14 من المضاعفات لعدد 7 و 7 قاسم لعدد 14، إذن نختار المقام الواحد هو 14. لماذا؟ لأن 14 من مضاعفات لعدد 7 و 7 قاسم لعدد 14، إذن كاين واحد العلاقة بيناتهم. إذن نقوم دائما باختيار الكسر الذي يمكن توحيده، إذا 7 باش نحصلو على 14 يجب علينا أن نضرب في 2، 7 في 2 ثم 4 في 2، 7 في 2 تساوي 14، 4 في 2 تساوي 8، إذا 5 على 14 زائد 8 على 14، إذا 5 على 14 زائد 8 على 14، إذا 5 زائد 8 يساوي تقريبا 13. إذن 13 على 14 هو عدد مختزل لا يمكن اختزاله، لأن 13 عدد أولي. فهمتم جيدا؟ إذن 13 على 14 هو العدد، هو مجموع العددين. لاحظوا جيدا، إذن أولا قمنا ب توحيد المقامات، إذن أول خطوة نقوم بها هي توحيد المقامات. إذا كان لدينا 8 من مضاعفات العدد 4 نختار 8، إذن نوحد 5 على 4، هذا العدد الكسري نوحده، 5 على 4 5 في 2 4 في 2 نحصل 10 على 8، 10 على 8 يساوي 5 على 4. فهمتم جيدا؟ 5 على 4 يساوي 10 على 8، ناخذ 10 على 8 بدل 5 على 4، 10 على 8 هي 5 على 4، سي لا ميم شوز، زائد 3 على 8 يساوي 13 على 8، إذا 13 على 8 هو عدد مختزل. ثم لدينا 5 على 14 زائد 4 على 7، إذا لدينا 14 من مضاعفات العدد 7 و 7 قاسم لعدد 14، إذا نختار العدد 14 هو المقام الموحد. نقوم بتوحيد هذا العدد الكسري 4 على 7، ثم نقوم بإنجاز توحيد 8 على 14 راه هي نفسها 4 على 7، إذا نستبدل 4 ب 7 4 على 7 ب 8 على 14 لكي نقوم بعملية الجمع، 5 على 14 زائد 8 على 14 يساوي 13 على 14، سي لا ميم شوز إيسي. إذا لاحظوا جيدا هذه العملية سوف أقوم بإنجازها مرة ثانية، وعد على 5 زائد 2 على 3 نلاحظ أن هناك مقامين مختلفين، إذن يجب علينا أن نوحد مقامين، 5 ليست لها علاقة مع 3 وكذلك 3 بالعكس ليس لها علاقة مع 5، إذن نقوم بتوحيد المقامات و
واحد على خمسة المقام واحد هو 13 على 15، ثم 2 على 3 المقام واحد هو 10 على 15، إذن 15 هو المقام واحد. نقوم بإنجاز هذه العملية، 3 على 15 زائد 10 على 15 يساوي 13 على 15، إذن عملية صحيحة 100%. لقد قمنا بإنجاز هذه العملية بخطوتين، الخطوة الأولى توحيد المقامات، ثم الخطوة الثانية جمع العددين كسريين لهما مقامان لهما نفس المقام. إذن كذلك ومثال 2 على 8 زائد 3 على 5، نلاحظ أن هناك مقامين مختلفين، إذن يجب توحيد مقامين. 2 على 8 هي تقريبا 10 على 40 بعد توحيد المقامات، 2 في 5 يساوي 10، ثم 8 في 5 يساوي 40، ثم 3 في 8 يساوي 24، ثم 5 في 8 يساوي 40. نقوم باستبدال 2 على 8 وكذا 3 على 5 بأحد العددين اللي عندهم نفس المقام، إذن 10 على 40 زائد 24 على 40 يساوي 34 على 40. نقوم بإنجاز الاختزال، نحصل على 17 على 20. إذن بهذه الطريقة استوعبت جيدا جمع عددين كسريين لهما، لاحظوا جمع عدد كسرية مجموع عددين كسري لهما نفس المقام استوعب جيدا، ثم كذلك مجموع عددين كسرين لهما مقامان مختلفين. إذن الآن قمت بشرح جيدا بياسور بأخذ الأمثلة الاستيعاب وتوضيح. لقد قمت بشرح هذا الجزء، جمع الأعداد الكسرية ثم مجموع عددين كسريين ثم مجموع عددين لهما مقامين مختلفين. كان معكم يوسف دلال من خلال الشاشة المتميزة جوكومينيك تي في للفهم والاستيعاب.